السلام عليكم يا الله متابعين، معكم الوليد والفيصل. واليوم رايحين فلوج وجبات اقتصادية مرة ثانية. لاحظ ان السلسلة لاقت على اعجاب من المتابعين. تفك ازمة صراحة، تفك ازمة، هي تفك ازمة لنا، حنا تفك ازمة لكم، حنا نتعرف على اشياء جديدة وبرضو انتم يعني معنا تتعرفون على اشياء جديدة وتوفرون على انفسكم وبنفس الوقت اماكن حلوة تصير. فاليوم فلوجنا عن كودو، العروض اللي بكودو شفتها اننا اللي هي خفايف وفرها عليك ب 13 ريال، هذا العرض الاول. اربع وجبات، وجبات برجر و اي الواحدة منهم ب 13 اتوقع كل واحدة، اي والثاني هلابينو بايت. تشيز بايت اللي هي هذه، تحمس له صراحة، في عندهم حجمين. اي فالان حنا ورانا كودو اللي هو حق فرع ساسكو في درايف ثرو اظن، فبنروح نمر من عنده ناخذ ونسوي الريفيو. جاهز فيصل؟ تحمس. ايه طبعا اليوم حنا بالموت كذا نسقنا مع بعض، عندي جامعة انا الايام اللي راحت وهو عنده دوام، فاليوم انا اوف وهو عنده دوام، بس انه رحنا بدري عشان نصور فلوق. نعم عشانكم انتم. ويلا مشينا، يلا بسم الله. هذا هو كودو، فرع الساسكو. السلام عليكم. اخوي بغيت خفايف، ايش تبي انت؟ اي واحده من ذولي؟ طبعا فيجي وجبه خفايف. اي وجبه فيجي خفايف. فيجي خفايف؟ اي والله مستغرب الحجم، مش هو صغير. اللي ب 13 نبي كولا دايت، مش غيره. وابغى تشي هلابينو تشيز بايت. هلابينو تشيز بايت ما في يا غالي. طيب في شيكن باي، ماجيك طاووق اللي ب 13. دقيقة خلنا نشوف ماجيك طاووق. شبيبة في ماجيك طاووق؟ ماجيك طاووق ساندويش ولا وجبة؟ وجبة. طيب المشروب وشو كولا فانتسي؟ بيبسي كولا عادي. كولا عادية؟ اي يعني يصير الحين واحد كولا دايز واحد عادي. وش غيره؟ بس الله يعطيك العافية. بعدين نشوفه. ابشر. السلام عليكم. هذا شبكة. يعطيك العافية. شكرا. بوها. جي اثنين انت بابا بورا صيف بورا صيف. ايه انا. عود بالله شو بورا صيف. شنو وين ندخل ذولا؟ غلط، المفروض انه شايلين الرصيف. من المهندس حقهم؟ مهندس هذا واحد من عيال. وراك ما واحد وراك. يا اخي وراك توتر انت. توتر والله يا ابو 100 واحد الظاهر ضفينا الرصيف. شو قمت اكل؟ معقول احط الرصيف. سلموا تريد تنقمزت ورحت. اعوذ بالله. طيب الحين اللي طلبناه عشان تكونون بالصورة. حقتي يا بتكونون بالصورة ما هي بحقك. يلا. فيكي 13 ريال اللي هي عبارة عن همبرجر ممطه، صاير تنتقل ساندوش. ساندوش سامولي. ها ساندوش؟ اي ساندوش. وانا طلبت ماجيك طاووق اللي هي زي التورتيلا. به قطع دجاج الطاووق. الطاووق وحسابنا كم؟ 26 صار. 26 الله يديم. طبعا انا طلبت منهم هذه، عارف لكم مطعم طلبت منهم هذه يقول لي ما في. انا كنت كانت بعيني ذي صراحه، كنت ابيها انا ووليد عشان اقل من شخص بريال من هاك المطعم ذاك، ما ودي اقول اسمه. اسم المطعم؟ كودو. هذا كودو. لا دارين انه هذا كودو. اللي كنت بتحشه. لا كل المطاعم اصلا غالي بيني وبينك، يعني لو المتابعين حتى بعد ما يمديهم يعني يفرقون يعني وش اقصد بالمطعم، اي مطعم بالذات يعني. وفي اللي اغلى منه. وش هو؟ انا اقدر عاد اتكلم خلاص. صراحة هذا شيء بيغثه. لا بيجي يوم كنز يصير كانه فرايديز مثلا يطلع 100 ريال. لا هو حين 100 ريال. لا مو صحيح. الا ب 100 ريال. انا وياك 100 ريال. انا وياك 110 او 115. صح؟ بعدين صوصهم 3 ريال، انا بدي اروح الراعي بقول يا اخي ايش صوصكم ذا؟ والله لو انه يا شيخ حاطين فيه عسل. ايش 3 ريال؟ انا مايونيز وكاتشب وين ال... والله غالي صراحه، اغلى صوص كنت شفته ب 3 ريال. وين؟ بورصة قدامك بدي انتبه، مو الحين تحط الدي بوف ترقى. اسمع زيك عمود قدامي. انا بسيط. انا بعض الاحيان زين اللي معي جيب فعادي ما يضره. يعني عذر ذا. لا ما قد زي انت بس يعني انت تحب. وش المطعم قدامنا؟ ماك. ماك. اكوز بكوز. في كل ديرة مركوز هل ماك ذا بكل مكان. ودي اشبح له ماك. امسك. الله. الله العالم انه ذا هو. ان شاء الله انه هو. والله حار. اذا شفت انه طياش واجد اعرف انه هذا الدايت. اول مره اشوف بطاطس حار قوه. وش هالعج؟
شوف سك عجت هذا حقك ذا. يا ساتر يا رب شهب موتري. هذه تورنيدو. تورنيدو ساكو. تورنيدو صغير. انا هذا اللي كنت خايف منه ناظر. انا داري. لا 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 ارجع ارجع. امسك امسك. لا حقتي كبيره صح. لا هذه فطيره حقتي. لا تحداك والله فطيره ذي اللي معي. لا هذه طاووق. اي طاووق بس فطيره. وهليك فهمنا عشان تكونون بالصوره يا متابعيني. ترى الطاووق اللي طلبته انا ساندويتش ذيك الكبيره مره بلعب صوره العرض ترى كانه شاورما صغير اللي عنده محلات شاورما كم 3 ريال. هذه فيجي انظروا. هذه فيجي انظروا مرات اخرى. والله جميل صراحه. بسم الله والله طاووق هذه ايه فيجيتيريان ذي. وشو؟ مي بلحم ولا هي بدجاج. وش اجل؟ فيجي ابو التوهيقة. فيجي يعني فيجيتيريان. ارجع ارجع ارجع. والله تمارين انا هالحين ابي بروتين واخر شيء تجيب. ليش يكتبون بالعربي فيجي؟ اكتب بالعربي نظروا بطاطس وبازيلا. يلا عوافي. طيب ليش ما تكتب فيجيتيريان يعني؟ شوفوا كذا من بعيد تشوف. انا عبالي دجاج صراحه. دي اي فيجي فيجي ناسي يعني انه في فيجي فيجيتيريان. لا عاد انا ترى انا عادي يمشي معي اي شيء بس انا توقعته دجاج. فانتم وانتم تاكلون كذا اوه اباك دجاجه ومبوف خضار. ما يجي ساندويتش خضار يا اخي. اوه ذي تصلح النباتيين. جوي نباتي يعني النباتي عادي ياكل بطاطس ذره بطاطس فازيلا. والله جميل. وش اللي تقول دجاج ذا؟ هو الدجاج فهو مغطس بقسمات. دجاج ولا بطاطس ولا هاش براون ولا وشو؟ زي هاش براون. حنا عائلتنا او انا ووليد من اكلات اللحوم او دقيق يعني مستحيل تعذبنا جبنا وجبه فيجيتيريان. بس انها فلافل ذي اللي معاك. وش الصوت ذا؟ ما الله فخمه يا اخي. تطلب شيء فجأه يطلع لك غير متوقع. انت الحين تقنع نفسك ها؟ والله هذه كسعر 13 ريال قلت لكم انا زي الشاورما بس اللهم حشوه حقته وش شيش طاووق كذا قطع دجاج. كيف تشبع وليد؟ طعيمه مو بسفة تشبع. لا اللي جوعان ما تشبعه. اللي جوعان ما تشبعه ابد. اما اللي زي جوع وخفيف يعني ياكل خفيف لا تتناظر ادري تتناظر. انه اللي جوع حار ما تنفع له وجبه ذي. اي نعم 13 ريال. طيب عشان ما نطول تقييم انا تقريبا جيد اعطيه 6 من 10. البطاطس حلو الصراحه انه بطاطس جميل مره خرافي ازي من حق ماك وبرجر كينج وباقي المطاعم كلها. عجبني ما ادري صدفت انه صار حلو بس انه البطاطس جدا فخم. من ناحيه الساندويش اي نعم طعيمه ولكن صغيره عشان كذا اعطيته 6 من 10. 6 من 10 تقييم مو بالجوده تقييم الوجبه التوفير. هل تستحق انك تشتري ولا لا؟ فهذا بالنسبه لتقييمي. وفيصل لحدك تاكل عندي لك مفاجاه انا. الله كيس. لا مفاجأة حلو. مو بكينز. ايش كينز انت؟ لا مو بكينز بيصير يعني. بعدين وشو؟ اطلع من هذا اروح لكينز. تو وش انت؟ يعني انت تقول اني انا ما شبعت وزي كذا يعني. لا 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 ما شبعت انت. انا؟ ايه؟ لا انا عادي مو بلازم ترى يعني. طيب هذا احنا نمشي عطنا تقييمك النهائي. الحمد لله حمدا كثير. اعطيه والله بالنسبة للفيجيتيريان. اعطيه يعني 8 من 10. بس جزتني صراحة مرة حارة. الصوص حقه الظاهر انه سبايسي الظاهر انت اكيد. فيصل ايش رايكم مفاجاه تريله؟ الله تبين ادخل بتريله؟ مو بتريله ذي لا وايد. يلا ايش تتوقع؟ يلا ها شفته انت. نبي نروح للبنك الاول تعطيني فلوس. يا رجال وين فلوس يا مدير؟ دقيقه اصبر. يلا هذه مفاجاك. خوخ حرفه ثانيه. وراه ناخذ لك وجبه. انا قلت لي ما شبعت انا يعني مو معناته اني ما شبعت اني ابي واحد ثاني. لا 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 يعني معناته اني لا لا ناخذ لك وجبه توفير ان شاء الله. امورك طيبه. يا سماح يعني اي انت ما شبعت من فيجيتيريان صح؟ الفيجي اي عطني واحد ملك شيك اوريو. ملك شيك اوريو؟ اي بس كل العافيه. يقدمي المفروض ماخذينه قبل كم يوم. لا هذه هديه كالان لانه كل المتابعين يقولون يا ويلك يا وليد ما ليش ما اعطيت اخوك ملك شيك بعينه. خلاص نعطيه ملك شيك. وليد معقوله؟ وشو؟ شلون كذا؟
وشو؟ يعني رحت علشان ناخذ اوريو مرتين. ايه هي هي هديه لك. ايش رايك فيه؟ هديه يا صراحه كان نفسي اني اجربه مو لا نفسي. انا صراحه يوم رحت نظرت فيديو ثانيه تحسفت شوي قلت بعينه كان الميلك شيك يلا المره الجايه اعطيه اياه. اي نزل لما اخذينه كل يوم ولا الحين؟ حالات من اول مره. لا خلاص نمشي. لا 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 خلاص خلاص لا انا استهبل اصلا انا كنت يعني بستهبل. ندري عنك. انا احسن شيء اذا صار عقب كذا عقب تعب اوه نبي نروح لمو. لا انت كل مره يعني كان عندنا جدول انا ودي يعني احلى نلتزم بهذا الجدول. الحين يبدا منك اني اخذت فيجيتيريان واحس ما وصلت هنا صوت. سم اخوي. اسمك بيبشر علينا. سم اخوي. ما شاء الله. ايش رايك بي؟ الاخ المثالي. الله شكرا. شكرا يا ولد. يلا دقوا عطنا رايك اللي بعينك ذا مشغلنا من هالفيديو اللي راح وانت ذي. الله صدق والله ايس كريم سيارات. صدق والله اي زين لا بس هو ما عرفته هرفي يبيع ميلك شيك انت اخذ منه ميلك شيك فراوله ب 10 الظاهر هذاك مو ميلك شيك ذاك هذاك ايس كريم حاطينه بذا زين ثقيل كان قوي ثقيل تعرف في بيلك تعرف الدينامو والماء حق البيت يبي يدير مو عشان تشفط وتطلعه فوق تدير خزان فوق ثقيل 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 مره ايش رايك تختم فيصل انا قاعد اسوق ختم ختم يلا وين الختم اقول ترى بنزل انا امشي 100 ميراندا ميلك شيك هيرفي يرحب بكم وبس الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير وكل شيء كل حاجة واقتراحاتكم الجميلة اقتراحاتكم الجميلة صراحة أنا أشكر وليد يعني على المفاجأة الجميلة هذه صراحة بالعافية لا تصير رسمي عادي ترى عادية ترى مفاجأة يعني وعقبال المفاجأة اللي ببالي لعيت كينز تجي. كينز إن شاء الله قبل رمضان أنا قلت كينز أنا ما قلت شيء ما في غير كينز يا أخي ما قلت شيء بس عندك شيء وليد لا والله سلامتكم يعطيكم ألف عافية على المشاهدة مع السلامة.